عدي اني بدايه الاسبوع فتحت ملف وليد السامرائي وابوه النائب السامرائي ما ادري خالد صحيح؟ وعرضت نعم الوثائق مالتك اعطوني صور الوثائق هنا أنا. عرضت الوثائق مالتك اوقف لي اللي هو هذا السند مال القاع اللي باسمك تمام؟ وعرضت وعرضت هواي اشياء فوليد السامرائي والنائب خالد السامرائي فزعوا كم زبط بال من سامراء يفشرون علي بالفيسبوك تمام؟ ماشي انا قابل على الافشار بس انا قلت له اجيب لك الدليل وانت الان الدليل سولف للناس شلون باقوا القاع مالتك. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه طيبه للاستاذ قحطان والكادر وكل المشاهدين. تحيه لك، تفضل. الله يسلمك. في 2016 كان اخ عمر عبد الرزاق صار بيناتنا تبادل اتفاق بان نتبادل بالعقارات. هو عنده عقار وانا عندي عقاري. وبعدين مدة شهرين اذا ما كملت الاتفاق كل من يروح لحال سبيله او ينطيني مبلغ من المال. خوش. فارسل علي ثلاث اشخاص، زياد البكري معقب وباهض ابراهيم وعمر هادي علي. زين. جوني للبيت فقالوا لي استاذ عمر يقول خلي يسوي بيان فارغ، اكتب على بيان فارغ بصمه خلي زوجتك تبصم منها شهرين، اذا تم الاتفاق رد اخذها وروح للتسجيل العقاري سجلها. خوش. التسجيل العقاري. نعم. والله بعد شهرين اختلفنا، ما صار الاتفاق بيني وبين استاذ عمر. قلت له راح الغي البيانات، قال لي الغيهن. فرحت على زياد البكري المعقب وبلغته، قلت له الاتفاق لغى بيني وبين استاذ عمر. قال شققتهن او مزقتهن لان هن مو رسميات، لان انت زوجتك باصمه على ابيض. نعم. نعم. بدون مسؤول، بدون مدير تسجيل عقاري. سنة 21 رحت جدد السند، جدد السند وكتبلي كان وقتها أستاذ علي البدري المدير التسجيل العقاري. نعم. فكنت على الغلاء ما تتحول إلا بحضور الأم صاحب الآنة. خوش حج. التسجيل العقاري. خوش حج. بال 22 ردت أسحب قرض عقاري. فرحت قلت لازم احولها باسمي حتى اقدر اسحب وابنيها. فرحت ب 22 مشيت معامله وكذا، حول اياها كان المدير استاذ صباح. نعم. حولها باسمك؟ حولت زوجتي باسمي وبصمت بالسجل العقاري. زوجتك حولت لك القاعه باسمك وبصمت وطلعوا لك سند لو لا؟ طلعوا لي سند 23 وورا شهر قدمت طلعوا لي سند 25. زين. لعد شلون هنا لحد الان شنو دخل وليد السامرائي مدير كهرباء الشمال وابوه النائب خالد السامرائي شنو دخلهم بيك لحد الان؟ تمام استاذ. فاني تعرف عدلت القاع، اشتغلت بها، سيجتها، صبيتها، دقيت اساساتها، طلعت الدنب، قطعت ال 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 خلص هي قاعك انت حر، انت خفوت لي على مود الوقت. تمام. ف بال رحت اجدد بال 24 اي السند مالي، قالوا لي عيني هاي متحوله بالواحد بال 19، يابا شلون تحولت بال 19؟ قالوا يابا هاي هيك وهيك محوليها من زوجتك الوحده اسمها اسماء منصور او هيجي. منو هاي اسماء منصور؟ ما اعرفها. منو اسماء اصلا؟ ما اعرف. زين. فرحت سويت دعوه تزوير بالاجرام على مود مزور البيانات مالتي. نعم. بعدين وراء اسبوع اجاني تبليغ من المحكمه البداءه. رفع التجاوز مالي.
لأن أسماء مشتكي علي. أنا مشتكي عليهم بالتزوير. والله راح تقدمت أوراقي لل. هي ليش شلون مشتكي عليك لعد؟ ما أعرف من جايبة أوراق مزورة. جايبة أوراق مزورة؟ نعم. جيد كمل. حولي لها تزوير. كمل. تعرف أنت أستاذ الإجرام وقفت البداعة ورا أسبوع يوم 5 بالشهر في هذا الشهر الفات ساعة 12 الظهر الجمعة طبعا هن القطع صايرة بحي السلام بحي الصناعي فارغ يعني بالجمعة ماكو وقت الصلاة ساعة 12 جت سيارات شرطة وشفل أهلي فلشوا الملك مالي لحظة خلي اعطوني اعطوني الصور مال الشفل اي نعم كمل اي هذا من هو هذا من هو اللي بده يصور هذا اللي هذا مدير مكتب النائب خالد الدراج. لا خلي لي يم اللي بده يصور اي هذا مدير مكتب النائب خالد احمد اسمه احمد عبد العزيز الدراجي نعم اي كمل خلوا لي الصوره واقفه ففلشوا وراحوا والله اني بالبداية ما عرفت إن الفلش بس عدت قالوا لي شرطة جوي وسيارات ويان مدنية مصفحة هاي المصفحة الواقفة نعم ثاني يوم تعرف جمعة معزلين الناس ثاني يوم رجعت على الكاميرات لقيت سيارات المصفحات هادنا ومدير مكتب أستاذ خالد هن طابين ومفلشين لما سألت الجماعة من هذا قالوا بأمر وليد زوج أسماء طلعت أسماء زوجة وليد أسماء مرت أسماء مرت وليد مدير شمال مدير كهرباء الشمال تمام نعم استاذ يلا كمل اي فلشوا وراحوا وسويت دعوة عليهم اني دعوة له بالتفليش وماشية بالمحكمة بالبداعة أهمين وحاولوا يضغطون يعني على الضباط وعلى التسجيل العقاري يعني من اللي حاول يضغط بالضبط وليد زين ولحد الان شنو دور ابوه النائب وتعرف انت النائب يوم ورا 3 ايام راح للتسجيل العقاري الضغط على مدير التسجيل العقاري سجى أوقف يعني حتى أوقف لي احنا ما نحكي الا بالدليل انطوني الفيديو مال النائب لما راح للتسجيل العقاري اي هذا خلوه شغال بدون صوت كمل هذا هنا النائب راح على مديرة التسجيل العقاري بصلاح الدين نعم في سامراء في سامراء اوكي يضغط عليه على شنو حتى ما ادز لا كتب لا في شيء خاف طلعوا لي صوته شويه جروا لي الفيديو ايه كمل استاذ ايه فاني تعرف قدمت شكاوي قدمت هذنا الاقراص قدمت الاقراص لل شو اسمه للقضاة وبعد القضاة يعني ان شاء الله يعني كما يعني نعمل بالقضاء العراقي يعني العادل زين هسه نتائج القضاء شنو يقول القضاء أيه؟ بعد الدعاوي هسه هذا هو النائب هذا هو النائب نعم قاعد بتسجيل عقاري سامراء وطبعا هاي ما طالع التسجيل ما طالع بالتواصل الاجتماعي او بالتلفزيون اها يعني مو زياره رسميه لا مو زياره رسميه كان اعلن عليها لو زياره رسميه كان نشرها بصفحته او نشروها بالمواقع مالته بموقع النائب نعم اها حلو زين ايوه زين سؤال ليش قاعك بالذات اول شيء قاعيني قاعتي يعني هن تجاريات تجاريات ثانيا كان اتفاق مبدئي بالبدايه قلت لك كان بدايه الكلام الحديث مالي بان يصير تبادل بيناتنا الجو الاطراف الثلاثه اللي ذكرت اسمائهم هم نفسهم اللي مزورين من هم دول اللي عندنا صورهم انطوني الصور تمام انطوني الصور نفسه بس بالفيديو انطوني الصور
اعطوني الصور. لا مو هذا بلش هذول بس زحف لي الكاميرا. ايه خلينا ايه هذا عمر هادي علي. هذا شو يشتغل عمر هادي علي؟ من هو هذا؟ يشتغل بالمقاولات ويا وليد وجماعته. يشتغل بالمقاولات ويا وليد؟ ايه. ليش هو وليد يشتغل بالمقاولات؟ يعني شغلات هو موظف مدير عام حكومي؟ يعني اكو شغلات بيناتهم عمل يعني مو كل شيء انا اعرفه. نعم مو خصك ما خصك لا تدخل نفسك بامور. المهم الصوره اللي بعدها شنو يشغل؟ بس شغل. اي هذا هو نفسه عمر يشتغل بالمقاولات. نعم. شغل. نعم. اللي بعده من هو؟ اي هذا كله عمر. هذا من هو؟ باهظ ابراهيم صالح. هذا باهظ ابراهيم صالح شريك منو؟ شريك عمر هادي. تمام. شنو علاقته بالموضوع مالك؟ هم اللي جوي علي للبيت وبصموا على بيان فارغ. بصموك على بيان فارغ؟ اي بصموا زوجتي يعني. زين وشون انت توافق على هذا الكلام؟ وكان اتفاق مدة شهرين وأنا رحت على زياد المعقب. أيه؟ زياد البكري. أيه؟ اللي أنا شكت مسحت. يعني أنت تريد توصل لي رسالة أنه أنت النصب عليك؟ طبعا النصب علي. وزوروا هم بالحقيقة زوجتي ما راحت للتسجيل العقاري ولا شافت مدير. وبأمارة حتى الشاهد أستاذ مهيمن مدير التسجيل العقاري طبعا. لحظة انقطع البث. الله يفك عسره. الله يفك عسره. جيل للقضاة وقال أنا عايب لا مبطمها أنا. زين أنت بعد ما أنا عرضت كعيشة. بعد ما أنا عرضت الحلقة الفاتت وصلتني بصمة. نعم. لخالد الدراجي أبو الوليد يقول بيها طوني البصمة شباب. اسمع البصمة أنا وياك والمشاهدين. اسمعوا خالد الدراجي ايش قال بعد ان عرضنا الحلقه. السلام عليكم. علوا لي اياه. الكلام طبعا ما الى يعني اي صحه. هذا ولد نيساني وليد اشترى منه قطعه ارض وهذا الحكي قبل 5 سنوات عن طريق يعني جماعه وحولوا قطعه الارض زوجته حولت قطعه الارض باسم يعني أهل وليد والموضوع انتهى يعني موجودة بالسجلات وأني خابرت على أم الطابو قلت لها طلعي لي السجل قالت الموجود السجل القطعة باسم يعني يعني أهل وليد يعني ذاك يعني جايبني بدون يعني يا با القطعة هاي القطعة أنتوا بايعيها لا أنا هاي القطعة مبايعة وأنا أطلب عليها فلوس يا بنت تطلب فلوس على واحد سابقا إحنا شنو علاقتنا بالموضوع أنت زوجتك حولت القطعة وهذا موجود بالطابو بالش اسمه فقاموا دعوة والدعوة موجودة قائمة وأعتقد صدر قرار يعني من القاضي أو كذا بأنه الموضوع يعني لا سرايا ولا لهم علاقة بالسرايا أما الولد راح ولا تدخلت أني ولا وصلت ولا حماياتي وصلت ولا أصلاً وصلنا القطعة. بعد هاي السيارات مالت من؟ أوقف لي هسا أولاً هذا إذا نجي حل قبل ما أختم أولاً هذا اعتراف إنه هم ما ماخذين القاع. أنت تقول أني ما بايع ولا واصل ولا مبصم ولا منطيهم سند وأنت عندك سند هو يقول قبل 5 سنوات وأنت عندك سند ل22 و23 زين احنا اليوم 2024 زين شلون هو مستلم ومحول ومبصم من ام العقار تمام شلون مستلم قبل 5 سنوات شلون استاذ اجى مدير اسمه عدنان الجبوري بال21 هذا زور ودفع رسوم بال2019 نعم رسوم دفع لأن هو ما دافع بال16 فارغ البيان نعم ما داخله لا رسوم ولا كل شيء قانونا زين. اذا اعطوني الصوره مال السند خليني حتى لانه انتهى الوقت عندي اعطوني الصوره مال السند حلو اول وحده اي
هذا السند مالتك قبل ما اختم، هذا السند مالتك يا سنه؟ سنه 22. لا ها؟ هذا 22. 22 خوش حكي؟ نعم 22. وهو باعتراف من عنده خالد الدراجي يقول احنا قبل 5 سنوات ماخذين القاع، شلون طلع لك سند انت بال 22؟ يعني قبل سنتين؟ لان مزورين. لان مزورين، هذا الكلام الخلاصه. شريد من عندك حبيبي تاخذ سنداتك وتاخذ كل وثائقك وتاخذ هذا الفيديو وتروح للنزاهه من يوم الاحد للسيد حيدر حنون، تروح للنزاهه انا دا اقول لك، ولا تخاف ما يقص الراس الا اللي ركبه، لا خالد الدراجي يقدر يقصه ولا وليد الدراجي يقدر يقصه، ولو مو يتحامون باي جهه.